ايوه عم تمزح شو هالخبريه هاي؟ لا لا بعدها لا ده طازه قد ايه قويه انت هاي خبريه اسمعي خبريتي شو شو حزاري الفونس مع مين عم يحكي الفونس 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 هيدا عطيني هون لك ايه مع مرته لسمير اولت امبارح حبيبتي لقيته ناطره اخر المفرق هونيك ناطره 7:12 دقيقه طلعت لا ليكي شو وقحه ليكي شو وقحه روقي روقي سميره سميرة هون هون بالمفرق قدام سميرة اللي عند المحل تحت ولك إيه؟, ايه سميرة اول شيء انا كنت ببيتي انا ما بدي اتصمم ما بدي اعمل هيك حركات بتطن بدينتي مشكل هي وجوزها دغري بيجي دغري على الشباك وبوقف بشوفها نزلت قال هي معصبة يابا بتدور سيارتها وبتمشي وانا بتعرفي انا بيتي على العالي ايش على كل المحيط وبشوفها بتصف بالباركينج ورا البناية وبتنزل مين بلاقينا يا ست الحبايب هيثم لا ليه ترك خطيبته؟ هيك الهيئة بدوروا هم بيمشوا كانت الساعة 10:11:25 معقول؟ اللي عم بقول شو بدي خبرك شو شو حزاري مين فقع؟ إيفلون لا مارغريت لك لا سعاد لك يا عمي روقي أنطوان لك جانين جانين؟ إيه يا حرام مبخعت قدام الكل كانت بالهيلث كلاب عم تعمل بالجيم سبار وما بيسوى بق واحد بس اكسكيوز مي سوري عم بزعجكم؟ نو 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 انا اسمي جوليان اسانج سمع الاسم تشرفنا انا صاحب موقع الويكيليكس لا حضرتك؟ يا اهلا وسهلا هلو هاو ار يو؟ جود جود تفضل 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 بليز 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 سيت داون بليز سيت داون انتوا يعني معلومات وخبريات واف يعني كله انت يا عمي عم سد شو موضوع؟ أنا صاحب موقع الويكيليكس يلي نشر كل الوثائق يلي ما ضل حدا ما حكي فيها للخبرية على الانترنت يا طب وشو عم تعمل هون بلبنان؟ بصراحة أنا جيت لهون على لبنان لأنه بلبنان في كتير ناس بتحب تلتلت وتحكي شو مهضوم حتى ما نقول كل اللبنانية وخاصة انتو اتنين يا بين علينا انتو زبدة اللقلقين طلع ريلي يعني قديش مارق على راسي ناس بتلقلق وبتحكي إيه؟ بس ما بعد ما رقيت عيني ولا سمعت دينك ما سمعت شيء بعدك ما سمعت بتحب تلقلق مثلكم اتس ان اونر اتس ان اونر فور اس في مجال بس انه تعطوني هيك شويه مواضيع من مواضيعكم لحتى اعملكم موقع خصوصي لكم انا وياها انت وياها واخبار عن اللبنانيه واو نحن اللي عندنا لانه يخرب سوقكم انتوا اللبنانيه مش معقولين يعني قديش بتحبوا تجأج وتلقلقوا على العالم انتوا على طول فهمانين ثانك يو لدرجه انه حتى بتعرفوا بالخبريه حتى قبل ما يصرح فيها المسؤول مزبوط عم بشجعك شو ذكي شو بتعرف اشياء مثل ما قالوا يس يس عم فكر انا بعملكم موقع اسمه ليبان ليكس بس نحط عليه اللقلقة والجأجأة ولت الحكي على العالم كان وي ستارت توداي بس بديهم موثقين مع التواريخ وكل شيء انا لقيت هيدا الدفتر بدل معي خبريات وموثقين بالوقت بالثواني موثقين يعني كل هون كل الخبريات خلص وبطبع لك اياهم بعطيك اياهم مرتبين ايه بليز دونت وري دونت وري نايس ميتينج يو يا لطيف شو بتحبوا تلقلقوا وتجأجأوا ثانك يو